بيكم في فقرة جديدة من فقرات برنامج الطبيب. النهاردة حلقتنا خاصة جدا وجديدة عن غرفة العمليات. مين فينا ما بيخافش من غرفة العمليات؟ كلنا بلا استثناء بنخاف من غرفة العمليات، ودايما عندنا فوبيا ان احنا هندخل مش هنطلع لحياتنا تاني، ودايما بيبقى عندنا قلق وتوتر، ونقعد نجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، وبنعيش نفسنا في حالة من الرعب وكل اللي حوالينا. لكن لو احنا بصينا من زاوية تانية، احنا بنخش كمريض، بنطلع متعافي، بنطلع لحياة جديدة والصحة جديدة. النهاردة هنعرف تفاصيل كتيرة عن غرفة العمليات من الدكتور اللي دايما بيكون حريص ان هو يقدم احدث التقنيات الحديثة لصحة افضل، دكتور محمد الفولي، استشاري ومدرس الجراحات السمنة بكلية طب عين شمس. دكتور محمد، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا دينا، نورتينا النهارده. ربنا يخليك. دلوقتي يا دكتور، انا عايزاك من خلال سؤالي تطمن الناس اللي دايما بيجي لها حاله من الفزع والرعب من غرفه العمليات، ان هي داخله مش هتطلع للحياه مره تانية. تنصحهم بايه؟ بص، دي حقيقه فعلا انا بشوفها كتير قوي. دايما المريض وهو داخل غرفه العمليات حاسس ان هو خلاص، يعني دي نهايه الكون بالنسبه له، والان بقى واي توصيه بيقولها والكلام ده كله. وده يمكن احنا يعني حاجه النهارده كويس ان احنا بنحاول نغيرها جوه الناس، فكره ان انا داخل عشان حاجه تغير الاحسن. ربنا احنا يعني ربنا خلق الطب والدكاتره وغرف العمليات ليه؟ عشان كل مشكله بنواجهها في حياتنا مرضيه، ده بيكون الملاذ الامن ليها عشان نقدر نطلع لحياتنا الجديده بدون هذه المشكله تماما. فاحنا النهارده احنا مع بعض ان شاء الله هنحاول نوريكم تجهيزات غرف العمليات دي عامله ازاي، هنشوف ازاي ان كل خطوه فيها وكل حاجه معموله بدقه شديده عشان نقدر نوصل لامان 100% في العمليات ان شاء الله، نقدر نوصل لصحه افضل ان شاء الله باذن الله. طب يلا بينا غرفه العمليات. دلوقتي داخلين غرفة العمليات، بس كنت حابة أسألك يا دكتور قبل ما ندخل غرفة العمليات، إيه فكرة الخط الأحمر والجهاز اللي موجود على الباب ده؟ بص، الخط الأحمر ده حاجة اسمها ريد لاين. فكرته في إيه؟ إن إحنا أي حد ما ينفعش يدخله غير الهيئة الطبية اللي هي بتشتغل في العمليات فقط، سواء من الدكاترة أو المساعدين أو الباراميديكال اللي هم التمريض التفنيين اللي هم بتوع العمليات. الحاجة التانية إن إحنا لازم أي حاجة لابسينها في رجلينا، سواء شوز أو مثلا سابو مش بتاع العمليات، لازم كل ده بنغيره هنا وندخل نلبس السابو بتاع العمليات جوه. تمام. ولازم طبعا نكون لابسين السكرابس، يعني ده فكرة إن إحنا تهيئة أو البروتوكول المعتاد إن إحنا لازم نلبس لبس عمليات، لازم نلبس سابو معين، إن إحنا لازم نلبس الأوفر هيد، لازم نلبس الماسك، كل الحاجات دي بنبتدي نعملها من مجرد ما نعدي الريد لاين. فكرة بقى الجهاز ده بيعمل حاجه اسمها بوزيتيف اوي بريشر. الجهاز ده زيه زي اجهزه جوه في العمليات، دايما بيبقى عندنا ضغط جوه العمليات، ضغط الهواء اعلى من بره، بحيث ان احنا واحنا داخلين اي ميكروبس اي بكتيريا موجوده بصفه عامه عند اي حد، هي دي الفكره. فهو الضغط اللي جوه بيطرد اي ميكروبات اي حد، حتى لو هو داخل على هدومه اي حاجه بتبتدي انها تطرد بره خالص، بحيث ان يبقى دايما الجو في العمليات معقم. دلوقتي موجودين داخل غرفة العمليات. دكتور، مبدئيا اول خطوة للمريض من لحظة دخوله غرفة العمليات؟ بص، طبعا المريض قبل ما بيدخل العمليات في مراحل بيمر بيها. اول حاجة مرحلة اسمها مرحلة التحضير. دي عبارة عن ايه؟ بيبقى في غرفة اسمها غرفة التحضير. الغرفة دي بيبقى فيها مونيتور زي كده موجودة بتحط عليها المريض عشان تقيس العمليات الحيوية كلها. الحاجة التانية دكتور التحضير بيبقى متواجد، بيراجع معاه التاريخ المرضي بتاعه، بيبص على التحاليل بتاعته مرة تانية عشان يتأكد ان كل الامور تمام. كيبتدي ان احنا نركب بقى كانيولا في الوريد عشان نبتدي ناخد العلاجات بتاعتنا. تبتدي بعد كده يتنقل لغرفة العمليات. يبتدي ان هو يدخل غرفة العمليات، اول حاجة بيتحط عليها هو جهاز التخدير ده. تمام. جهاز التخدير ده بقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة دي حاجة اسمها المونيتور او الشاشة. الشاشة دي بتقيس كل العلامات الحيوية بتاعت المريض لحظة بلحظة، في كل وقت طول ما هو محطوط عليها هي لازم بتقيس كل العلامات الحيوية دي في اي لحظه. يمكن لو انت سامع الالارم اللي ظهر ده ليه؟ هو ليه بتدي الالارم ده؟ لان هي مش متوصله بمريض دلوقتي. ففي اي لحظه التوصيلات التوصيلات دي زي كده بتركب هنا مثلا في الصباع، في بتقيس تحط حواليها جهاز ضغط. هنطفي بس الالارم عشان ما يصوت. دكتور، بس كان عندي سؤال برضو في النقطه دي، ليه دايما الحاله حاله المريض بتبقى اكتر حاجه خايفه منها التخدير؟
لان طبعا الكتير قوي من يعني الناس بتبقى قلقانه من حته التخدير دي على اساس ان هي الموضوع ليه هيستوري او تاريخ من زمان ان بيبقى فيه مشاكل في البنج والكلام ده كله. الكلام ده كله انتهى خالص من وجود دلوقتي. ليه؟ لان بقى فيه اجهزه متطوره جدا جدا، يعني زي جهاز دريجر ده من احدث اجهزه التخدير على مستوى العالم، وده جهاز الماني. زي ما قلت لك المونيتور دي بتقيس كل العلامات الحيويه، نسبه الاكسجين في الدم عامله ايه طول وقت العمليه من اول ما بيتحط عليها لحد ما بنخلص العمليه. قيس الاكسجين، نسبه الاكسجين في الدم عامله ازاي، وبتظهر لنا هنا على الشاشه. بيقيس الضغط بتاعه في كل الوقت، ولازم بيقيس بياخد كذا قياس في نفس الوقت عشان يقيس طول وقت العمليه، بقيسين الضغط واحنا عينينا على الضغط بتاعنا اخباره ايه، النبض بتاعنا عينينا عليه اخباره ايه. كل العلامات الحيويه الجهاز ده بيقيسها اثناء العمليه. دكتور التخدير بيبقى واقف مكاني عينه على الشاشه دي، متاكد ان كله تمام. اي مشكله ما بتبقاش ميزد او احنا مش بناخد بالنا منها. ليه؟ لان الجهاز نفسه بيدي الارم او انذار في حاله لو اي حاجه اتفكت من المريض. دي اول نقطه. الحاجه الثانيه، الجهاز ده نفسه بقى، ده جهاز تخدير نفسه عباره عن ايه؟ ده الجزء اللي هو مسؤول عن التنفس بتاع المريض، ده اللي هو بيبتدي ان هو يدخل الاكسجين للجسم للرئتين، وبيبتدي ان هو ينظم عدد دقات التنفس وعدد ضربات القلب والحاجات دي كلها. كده ننزل بقى ده الاكسجين اللي هو بيضخ الاكسجين جوه الرئتين عشان يحافظ على الوظائف الحيويه بتاعت الجسم كلها اثناء العمليه. عندنا برضه دي ده بقى الحاجات اللي هي بتاعت التخدير نفسها. ده الايزوفلورين، وده حاجه اسمها السيفو. السيفوفلورين، السيفو ده يمكن متطور جدا جدا جدا، وده في نفس الوقت هو المريض اللي بياخد البنج هو كمان بيعمل فيه موسع للشعب الهوائيه، فبيعمل توسيع للشعب الهوائيه، خصوصا بقى الناس اللي هم الناس اللي عندهم سمنه مفرطه جامده وعندهم مشاكل في التنفس بتاعهم، فبنفضل نستخدم لهم السيفو ده. نيجي بعد كده عندك بقى، لو انت بصيتي هنا دي الادوات بتاعت الدكتور التخدير، يعني دي الكانولات اللي بتركب في الوريد، دي السرنجات اللي هو بيبتدي يحط بيها الادويه. الادويه المخدره اول حاجه بنبدا دايما حاجه مهدئه، يعني اول مريض بيدخل مع التوتر والقلق ده بندي حاجه مهدئه خالص عشان التوتر ده يروح. تبقى كده ناخد بقى الحاجات اللي بتخليه ينام. حاجه مهدئه بالظبط. بنبتدي بقى ندي الحاجات اللي بتخليه ينام زي الديبريفان، ده ابتدي ان هو خلاص بقى بينام مش حاسس باي حاجه خالص. ابتدي بعد كده ندي بقى الحاجات اللي بتبتدي ان هي بتشتغل مع الجهاز ده ان هي تقوم بكل حاجه اثناء ما المريض بيعمل العمليه. في كل وقت زي ما قلت لك هي الجهاز ده كاليبريتد، يعني الجهاز ده احنا لازم الشركه بتيجي بتعمل له صيانه كل فتره دوريه. الجهاز اصلا لسه جديد، يعني لسه اصلا نازل ماركت جديد. فكل وقت الجهاز ده بيدي الارم في اي وقت حصل فيه اي مشكله او اي حاجه، فدايما هو ده اللي مخلي الامان عالي جدا. يعني ما قعدناش النهارده نسمع مشاكل في التخدير، بس احنا دايما المشكله الهيستوري او التاريخ، مثلا اصلا مش عارف ايه ده كان فيه، لكن لا التخدير امن جدا. ادوات التخدير النهارده بقت متطوره جدا جدا، الاجهزه نفسها بقت متطوره، بقى زي فيها زي روبوتك سيستم، يعني زي كان انسان آلي. الجهاز ده كانه عنده مخ وبيفكر وانسان آلي شغال بيدير كل حاجه اثناء المريض وهو في العمليه. مش بس تخدير زي ما حضرتك قلت، تنفس بالظبط، كل حاجه كل حاجه. انا اوريكي حاجه برضه مهمه قوي اللي هو امبول البريديون، ويمكن ده احنا اتكلمنا عليه كذا مره، ده حاجه متطوره جدا جدا. ده عايز اقول لك بيفرق فرق كبير قوي بعد العمليه، يعني ده بعد خلاص احنا خلصنا العمليه. الجهاز ده اللي عليه برده بيصحى، يعني ده دايما بيبتدي العمليه وبيختم العمليه، جهاز تخدير. لان هو احنا ابتدينا ان احنا خلاص نصحى من البنك. ده بقى من الادويه اللي بتستخدم ان احنا نصحى من البنك او نفوق من البنك. ده بيعكس تاثير المخدر او البنك في لحظات بسيطه جدا جدا. فالمريض يلاقي نفسه يقدر ياخد نفسه بسرعه جدا جدا بسهوله. بنطلع نموج عليه نلاقيه خلاص هو تقريبا بيتمشى فاق بسرعه جدا. عايز اقول لك بيسبق الشخص اللي ما بياخدوش بحوالي 6 ساعات. فاهم قصدي؟ يعني شوف احنا واقفين، هو عشان مش متوصل بحالات فكل شويه لازم بيدي انذار، فاحنا بنكنسل الالارم ده عشان احنا عارفين ان كده ما فيش مريض. فده بيعمل تاثير سحري في ان انا فوق من البنك. ده عايز اقول لك مثلا كنا زمان الاوزان الكبيره لازم يدخل الرعايه مركزه، النهارده امبول زي كده ممكن يوفر على المريض ان هو يدخل الرعايه مركزه، لان هو بيخليه يصحى او يعكس تاثير التخدير في لحظات بسيطه جدا جدا. بصراحه الجهاز حاجه هايله جدا، يعني تطمن اي حد. ما هي دي الفكره، ان احنا حبينا النهارده يعني الحلقه المميزه دي شويه عشان الناس تطمن، يعني كل حاجه هنا امنه.
انا ما فيش داعي خالص ان انا ادخل وابقى قلقان، لان كل حاجه هنا امنه، كل حاجه هنا مجهزه، ما فيش مجال للخطا خالص. عشان كده هو ده فكره ان احنا نوصل. انا واحده من الناس بخاف من التخدير جدا جدا في غرفه العمليات، بس الجهاز ده بصراحه يطمن. ان شاء الله تكون اطمنتي، وان شاء الله يكون المشاهد كمان يكون اطمن ان شاء الله. دكتور، طب بالنسبه للمرحله الثانيه للمريض؟ المرحلة الثانية دايما هي ابتدي بقى العملية بتاعتنا. سواء احنا لو هنعمل مثلا عملية زي تكميم معدة او تحويل مسار، لازم يكون عندنا تجهيزات بقى بتاعت العملية. اللي هي عبارة عن ايه؟ اول حاجة اللي هو التور بتاع المنظار كله. الحاجة الثانية جهاز اسمه جهاز الليجاشور، ده اللي هنستخدمه اثناء الكي. الحاجة الثالثة اللي هي الدباسات. كل ده بيبقى كل الدباسات بتبقى لازم كلها جديده، بيبقى فيه حاجه اسمها الفرش التعقيم، ده اللي احنا بنحطه على المريض، وما نسيبش بس جزء غير الجزء اللي احنا بنشتغل عليه، هو ده اللي بيبقى مكشوف. وده طبعا بيتم تعقيمه بالكامل عشان ما يبقاش فيه اي ميكروبات او بكتيريا او حاجه. النهارده عايز اقول لك كمان ان بقى فيه كمان بروتوكول، يعني دلوقتي متبع في التعقيم، ان ممكن المريض نفسه بياخد شاور بتدين عشان اي ميكروبس او اي كومين سيلز اي بكتيريا موجوده على جسمه، تبتدي ان هو اصلا هو قبل ما يدخل عمليات كمان هي هو كانه معمول له تعقيم. ياخد شاور بالبيتادين قبل ما ينزل غرفه العمليات. فاهم قصدي؟ خصوصا احنا بنشتغل على مساحه سطح للجسم كبيره، بالذات في حالات نحت القوام والشفط. انما في الحالات العاديه مثلا حالات المناظير، لا احنا بندخل عادي، بنبتدي ان احنا في فرش تعقيم موجود، ان احنا نعقم الجزء ده، نبتدي ان احنا بعد كده نشتغل بقى العمليه بتاعتنا باستخدام المنظار والدباسات بتاعتنا. تمام؟ هتعالي بقى هوريك المنظار ده عباره عن ايه. اوكي. دلوقتي ده بقى المنظار بتاعنا. المنظار ده عباره عن ايه؟ عباره عن الشاشه دي اللي احنا بنشوف بيها كل التفاصيل اثناء العمليه. دي الكاميرا. الكاميرا دي طبعا اتش دي هاي ديفينيشن عشان تورينا التفاصيل الدقيقه قوي للشرايين الدمويه اللي موجوده في المعده، التفاصيل بتاعت الانسجه اللي احنا بنشتغل عليها بصفه عامه في المنظار في اي عمليه. الحاجه الثانيه ده جهاز الانسفليتور، ده اللي بنحط زي يعني زي بيدخل زي هواء عشان يرفع عضلات البطن لقدام، فيبقى عندنا سبيس او فراغ نقدر نشتغل بيه في الادوات. طبعا كل ده في جهاز بيسجل كل العمليه كلها، بتحط على سي دي كل تفاصيل العمليه من اول خطوه لاخر خطوه بتبقى متسجله، المريض لازم بياخده معاه وهو خارج من المستشفى. بالظبط. الحاجه الثانيه ده اسمه جهاز الليجاشور. جهاز الليجاشور ده من احدث اجهزه الكي الموجوده في على مستوى العالم. ده اللي احنا بنستخدمه في اثناء العمليه برضو، اللي بيركب عليه الاله دي اللي هي اسمها الليجاشور، دي شركه كوفيديان امريكيه، بيتوصل بالجهاز ده، ودي الجزء الصغير خالص ده هو اللي بيدخل من فتحه صغيره قوي اللي هي فتحات المنظار، ندخل بالاله الرفيعه دي عشان نسلك كل الدهون اللي حوالين المعده. الحاجه الثانيه بقى نبتدي ان احنا نصغر المعده باستخدام ايه؟ باستخدام الدباسات. الدباسات دي ده برضو الجزء اللي هو بيدخل جوه البطن، الجزء الصغير قوي ده كل ده بيبقى بره. دي بيركب عليها بقى الغيارات، وانا حبيت حتى النهارده جبنا معانا حاجه اسمها التراي ستيبلر او الغيارات اللي هي الثلاثيه دي، احدث حاجه. دي بتركب على الدباسه بالمنظر ده كده. الغيار ده بيعمل ايه؟ بيحط ثلاث صفوف بمسات مختلفه، ويمكن ده تكنولوجي متطور شويه او فكرته متطوره عن الغيار اللي كان قبله، ان هو بيحط ثلاث صفوف بمقاس واحد. ده بيحط ثلاث مقاسات مختلفه في البيت، دي سيفتي وامان اكتر بكتير اثناء العمليه. ما كتير قوي من المشاهدين بيسالوا عن الدباسات. طبعا الدباسات كل ما بتكون متطوره وكل احنا بنجيب الحاجه اللي يكون فيها سيفتي اعلى، كل ده بيدي نجاح ونسبه امان كبيره جدا في العمليه. الحاجه اللي بعد كده المهمه جدا اللي هي حاجه اسمها برضو عايز اوريها لك، اللي هي دي الدباسه الثانيه بالمنظر ده. دي دباسه الايشلون فليكس، دي دباسه لشركه ثانيه اسمها شركه ايشلون، ودي امريكيه برضو. ده بقى غيار اسمه جي اس تي سيستم. يمكن احنا لو قربنا هنا بالكاميرا هنشوف كلمه جي اس تي او جريبنج سيرفيس تكنولوجي سيستم. وده فكرته في ايه؟ فكرته ان هو بيقفل الانسجه بدقه شديده جدا جدا جدا، اقوى من الغيارات اللي كانت قبله برضه. فكل العوامل الادوات الحديثه دي بتدي نسبه امان عاليه جدا في العمليه. عايز اقول لك برضه حاجه ثانيه مهمه قوي، وهي حاجه اسمها السيرجي سيل. دي يمكن احنا كنا حتى عرضناها قبل كده في العمليات. دي عباره عن ايه؟ دي حاجه بنحطها جنب المعده بعد ما نخلص العمليه. فكرتها في ايه؟ دي بتطلع مضاد حيوي موضعي. الحاجه الثانيه ان هي بتخلي الشرايين الدمويه الصغيره تنقبض جامد فما بيبقاش فيه مشاكل النزيف والسوله والحاجات دي كلها. الحاجه كمان الثالثه ان هي بتساعد على التئام المعده نفسها، فبتدي برضو امان عالي جدا جدا. دكتور بس كنت عايزه اسالك، هي بتستخدم في كل انواع العمليات؟
طبعا هي بتستخدم يعني دي فيها مدرستين، في ناس بتستخدمها روتين بعد كل عملية، وفي ناس بتستخدمها لو شايفين ان الظروف بتاعت العملية محتاجة ان احنا نستخدمها. بس اوفر اول احنا افضل احنا نستخدمها في كل انواع العمليات. طبعا بيبقى في جهاز مهم جدا جدا برضه كنا عرضناه قبل كده، اللي هو جهاز تسكين الالم، وده بيخلي المريض بعد العملية ما يحسش باي وجع خالص خالص بعد العملية ان شاء الله. ده بدل المسكنات؟ اه ده بيبقى مع المسكنات بحيث ما يبقاش في الم خالص اثناء العملية او بعد العملية كمان. تبتدي بقى نروح على الاجهزه الثانيه برضه اوريها لك. طبعا احنا لو في عمليه نحت القوام، ده جهاز الشفط اللي احنا بنشفط بيه الدهون كلها من تحت الجلد، تمام. ده برضه جهاز اسمه جهاز طرد المركزي، ده بنعمل فيه ايه؟ ده جهاز بيبقى بنحط فيه الدهون اللي احنا شفطناها، تحط هنا في الانبوبه دي، تاني هندخلها الجهاز ده فيه بيلف فبيصفي الدهون خالص. لو احنا عايزين نستخدم الدهون دي عشان نحقنها مثلا في اماكن زي الايد او نحقنها في اي مكان في الجسم تاني. احيانا دايما نحت القوام فكرته مش بس ان انا بشفط، لا انا ممكن اشفط الدهون من اماكن واعيد توزيعها في اماكن تانيه بحيث ان انا اقسم الشكل الكيرفي او الشكل اللي انا عايزه. بعد ما اخلص شفط الدهون بندخل بقى مرحله الجي بلازما. الجي بلازما احنا بندخل باستخدام الجهاز ده، الجهاز ده بندخل بيه تحت الجلد، بيعمل شد للجلد بالكامل، تمام. ابتدي ان الجلد ينكمش، ابتدي ان الجلد بتاعي يبقى مشدود بعد ما اخلص نحت القوام. بعد كده المريض طبعا بعد ما بيخلص النحت، احنا عندنا برده حاجه جديده يمكن اول مره تتعرض يمكن في الشرق الاوسط كله، دي حاجه اسمها الفوم. الفوم ده اللي في نحت القوام بنلبسه بالمنظر ده كده بعد العمليه عشان يبتدي ان هو يطبع الجلد على العضلات، يبتدي ان هو يرسم الشكل النهائي للجسم او للجسم بعد ما نخلص موضوع شفط الدهون ونحت القوام لفتره معينه. بنفضل لابسينه مده 6 اسابيع. الفوم حقيقه احلى من الكرسيات المعتاده لان هو بيشكل الجسم بشكل حلو جدا، بيخلي البطن ما تبقاش منكمشه لان هو بيبقى فيه دعامه هنا، بيخلي البطن دايما مفروده طول الوقت، فبيخلي الشكل النهائي يكتمل في نهايه في اثناء المتابعه عشان نقدر نوصل للقوام الجميل اللي احنا محتاجينه ان شاء الله. ان شاء الله نبتدي بقى دلوقتي احنا خلاص يعني سواء عملنا عمليه تكميم او تحويل او عملنا شفط دهون، نبتدي جهاز تخديري يقوم بدوره تاني ان احنا نصحى من البنج خالص. نبتدي بقى نتنقل دلوقتي لغرفه الافاقه عشان نطمن على المريض، وتبتدي تطلع الغرفه بتاعته ان شاء الله. اخر مرحله الغرفه الافاقه بالظبط. ننتقل لغرفه الافاقه، يلا بينا. مشاهدينا دلوقتي انتقلنا الى غرفة الافاقة بعد ما شفنا خطوات المريض داخل غرفة العمليات. دكتور بس سريعا كنت حابة اسألك على الحاجات اللي موجودة في غرفة الافاقة. بص غرفة الافاقة المريض بيجي على الترولي زي كده، بيتوصل بالشاشة دي، بيقيس كل العلامات الحية بتاعته، في ماسك اكسجين ممكن نحطه لو احنا شايفين ان ده محتاج. بالظبط كده. طبعا دكتور التغذيه بيبقى متواجد جنبه بيطمن عليه، في لازم يكون في ممرضه موجوده في المكان بتطمن عليه لحد ما يطمن ان كله تمام، ان هو يطلع الغرفه بتاعته. لكن زي ما انت شفتي احنا قد ايه كل تفصيله جوه اوضه العمليات بصراحه كل حاجه بحساب وبدقه. يعني عشان ايه ده؟ وكل اجهزه دايما احنا حريصين يكون احدث اجهزه موجوده عندنا، لان انا نفسي بعد كده اشوف المريض وهو داخل هو حاسس بالامان، حاسس بالابتسامه، مش حاسس بالخوف خالص. المكان ده معمول بس عشان امانه وعشان سعادته وعشان تدي خطوه. وموجود كمان اجهزه وتقنيات جديده داخل غرفه العمليات. مشاهدينا بشكركم وبشكر طبعا الدكتور، واشوفكم على خير في فقره جديده من فقرات برنامج الطبيب.